السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة صيني حلوة قوي، مكونات سهلة وبسيطة. أول حاجة عندنا في المكونات عندي كوسة متقطعة شرايح طويلة، وعندي بصل أخضر، وعندي فلفل أحمر رومي متقطع برضو شرايح، برضو لو في فلفل أصفر يبقى تمام، مفيش خلاص مفيش مشكلة. وفي جزر متقطع شرايح زي شرايح الشيبسي كده، وفراخ متقطع شرايح، وصويا صوص، ودبس رمان. ندخل على طول في التفاصيل. الأكلة دي بتتقدم مع رز أبيض أو مكرونة مسلوقة. كان عندي مكرونة شرايط أنا بحبها وسلقتها عادي في مية وملح وزيت، وكان عندي رز بسمتي سلقته في مية وملح وزيت برضو واستوى. وبعد ما يستوي الاتنين والأكلة اللي هي نفسها الخلطة بتاعتي تستوي، هحطها على أي حاجة فيهم في الطبق بتاع التقديم. أول حاجة هعملها اني هجيب حلة فيها زيت وهحط فيها، اسخنها كويس قوي، لازم الزيت يكون سخن والفراخ تكون متصفية من المية كويس عشان ما تنزلش مية كتير. وهنزل فيها أول حاجة الفراخ لأنها لازم تاخد لون ذهبي، لون ذهبي كويس من بره، بتبقى كأنها مقرمشة شوية. هنسيبها تتحمر وبعدين هنكمل بقية الوصفة. كده خلاص ابتدت تتحمر عندي وتبقى لونها ذهبي. هسيبها لحد ما توصل للون الذهبي وهبتدي بعد كده انزل ببقية الخضار. كده خلاص اتحمرت، هنزل بقى اول حاجة بكوسة متقطعة طبعا شرايح طويلة. الجزر انا قطعته شرايح رفيعة كده زي الشيبسي بالناحية في المبشرة بتاعة الشيبسي، بتعمل حاجة شرايح. وبعدين هشوح الكوسة بقى مع الفراخ وبعدين هنكمل. بعد ما حطينا الكوسة والفراخ هنبتدي دلوقتي نحط الجزر. الأكلة دي عامة مش بتحب ان تكون مستوية زيادة عن اللزوم، يعني لازم تكون فيها
مستوية بنسبة مثلا 90% و10% لسه، ما ينفعش تبقى مهرية قوي، بيبقى شكلها مش حلو، فلازم نخليها ما نسويهاش كتير عشان ما تبقاش مهرية قوي وشكلها مش حلو. كده حطينا الجزر، هنبتدي نقلب فيهم شوية كمان ونشوحهم. وبعد كده حطينا الفلفل وبرضو هنشوحهم شوية. الكمية اللي هستخدمها من الصويا صوص هي حسب، طبعا بنحس ان الكمية اللي عندنا خلاص كده الصويا باينة فيها، وفيها شوية صويا في أرضية الحلة باين ان فيها صوص يعني. الكمية دي تقريبا خدت مني حوالي نص كوباية صويا، لان هي اصلا الاكله بتعتمد على الصويا، لان مش هحط ملح. وطبعا بعد ما نحط الصويا ودبس الرمان نحط معلقه من دبس الرمان كبيره، ممكن ندوق ونشوف لو محتاجه ملح نضيف، مش محتاجه خلاص. هنا خلاص كده هحط الصويا، طبعا الصويا بتبقى مالحه، فناخد بالنا ان احنا ما نزودش ملح غير لما نتاكد ان ملحها مظبوط او لا. هو العنصر الاساسي في الطعم هو هنا الصويا، فانا مش هحط اي حاجه تانية، فلازم كميه الصويا تكون كويسة علشان تديني الطعم اللي انا عايزاه، وكمان تكون عاملة صوص كويس في الاخر. حطيت شوية فلفل اسود كمان، هنا لقيناها محتاجة شوية ملح فحطينا شوية صغيرين خالص. طبعا بعد ما حطينا الصويا، وانا زودت شوية صويا تاني بعد شوية لاني لقيت الصوص محتاج شوية صويا اكتر، وحطيت هنا دبس رمان حوالي معلقة صغيرة او معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة، على حسب برضو الطعم عندك بيبقى مظبوط ازاي. كده احنا خلاص حطينا كل حاجة، وهنا زودت صويا تاني زي ما قلت لكم. هنسيب الخليط بقى يستوي على مهله ونغطيه شوية، بس مش هنطول عليه طبعا في السوا، ولازم تبقى فيها صوص عشان المكرونة او الرز لما نحطهم عليهم يشربوا من الصوص بتاعهم وما تبقاش ناشفة.
كده خلاص احنا خلصنا وحطيتها مع الرز وقدمتها كمان مع المكرونة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بالفيديوهات اللي بنزلها. وشكرا لكم والسلام عليكم.